السلام عليكم السوق واشخاص الدرجة النارية. اليوم غادي نتعرف. السلام عليكم خوتي، كما كتعرفوا انه اي واحد فينا كيسوق موتور انه يمكن انه يتعرض لشي حادثه ولا شي حاجه. بغيكم انكم ترحموا على واحد الدري، يعني اخونا عزيز اللي مات اليوم، واللي كانت الامنيه تاعو انكم ترحموا عليه كما كتشوفوا دابا في هذا الميساج اللي كتب. كما كتعرفوا الدري هذا هو الميساج اللي خلى بالنسبه لي الامنيه تاعو اللي كان خلى، يعني اننا نترحموا عليه وجميع المغاربة انهم يترحموا عليه، ونتمنى انكم تحققوا ليه الامية تاعو. وبالنسبة اخوتي الموت علينا حق، ونتمنى ان كل واحد فيكم يتكيس على راسو، ولا المكتبة لينا شي حاجة، يعني ما عندناش هروب منها، والخير في ما اختاره الله. يعني حاجة واحدة اللي نطلب منكم انكم تحققوا ليه الامنية تاعو، يعني قبل ما يموت كان كيوصي صحابه انهم اللي يموت يترحموا عليه ويترحموا عليه كل جمعة. ونتمنى انه اللي قرب ليه للدروم يعني يمشي يعزيه، والله يصبر والديه كما كتعرفوا الوالدين اللي كيكونوا مضرونين في هاد الحالات المحنات هادو. اللهم في كل دقيقة تمر على كل مؤمن متوف غال علينا وهو في قبره، أسألك أن تفتح له بابا تهب منه نسائم الجنة لا يسد أبدا. اللهم كن له بعد الحبيب حبيبا، ولدعاء من دعا له سامعا ومجيبا، واجعل له من فضلك ورحمتك وجنتك حظا ونصيبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمطر على قبر كل ميت من سحائب رحمتك. اللهم أمطر على قبر كل ميت.